أهلا بحضراتكم من جديد. وزارة الزراعة بتستعد لموسم عيد الأضحى المبارك، يعني كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، ربنا يعيد علينا الأيام بالخير. والحقيقة إن الوزارة بتستعد قبلها بفترة علشان تطرح أضاحي حية بأسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسواق، بالإضافة لطرح كميات وفيرة من هذه اللحوم بتخفيضات. وكمان ده هيتم إطلاق معرض للسلع الغذائية من خلال ضخ كميات من جميع السلع في منافذ. خلينا نعرف مع حضراتكم إزاي بتستعد الوزارة لموسم عيد الأضحى المبارك من الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تحدثنا الأول عن هذا الطرح الجديد للأضاحي الحية، وتقولينا كمان هيكون موجود فين في المنافذ والتخفيضات. يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. وطبعا يعني احنا عندنا دايما باستمرار في اهتمام كبير من الوزاره بتلبيه احتياجات اخواتنا المواطنين، وان يكون دايما في استعداد للمناسبات والاعياد وما الى ذلك من توقيتات بيكون فيها زياده في الطلب من خلال زياده الطرح للكميات المتواجده او للمنتجات المتوفره في الاسواق. طبعا حضرتك تعلمي ان احنا عندنا حمله كنا سبق وتم اطلاقها اللي هي مبادره خير مزارعنا الاهالينا، وايضا كان في مجموعه منافذ موجوده اللي هي 243 منفذ الثابتين، اضافه الى مجموعه المنافذ المتنقله اللي عددهم بتراوح حوالي 33 منفذ متحرك، والمعارض والشواذر اللي بيتم انشائها في ضوء مبادره خير مزارعنا لاهالينا، بحيث ان احنا نوفر احتياجات المواطن المصري. طبعا من خلال هذه الاماكن ومن خلال الاماكن الجديده اللي بيتم العمل على افتتاحها تباعا، بنحاول ان احنا نوفر لاهالينا المنتجات المختلفه باسعار مناسبه، وبيكون بتخفيضات بتوصل من 20 ل 30% في كل المنتجات، وبتكون الحقيقه المنتجات متميزه بجوده عاليه. وطبعا احنا عندنا المزارع التابعه للوزاره باذن الله هيكون في طرح الاضاحي الحيه، وهيكون في طرح اللحوم والمنتجات المختلفه. انواع اللحوم اللي موجوده ايه دكتور محمد؟ نعم فندم، انواع اللحوم داخل هذا الطرح؟ طبعا احنا عندنا انواع متعدده، دايما بنكون حريصين على تنوع المعروض في المنافذ التابعه للوزاره. بيكون عندنا مختلف الفئات ما بين لحوم ظأن، لحوم ابقار وماشيه، لحوم محليه، ولحوم مستورده، بيكون فيها قطعيات مختلفه بدرجات مختلفه. دايما بيكون فيه تنوع في الشرائح المقدمه علشان تناسب كل فئات اخواتنا المستهلكين، وفي نفس الوقت يبقى فيه تلبيه احتياجات مختلف فئات المجتمع، وده دايما بيكون الدور اللي احنا بنكون حريصين بيه. فبالتالي بيكون فيه تنوع كبير في الطروحات الموجوده داخل المنافذ المتاحه عندنا في الوزاره. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.